سي ماهر، طوفان الأقصى في اليوم 38 يجرف أنصاف المواقف ويجرف في طريقه مشاريع التطبيع العربية المخزية. اليوم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن عن ارتفاع حصيلة الشهداء، ارتقاء الشهداء إلى أكثر من 11,240، وتقريبا إذا كان ضيفوا لهم الأرقام تاع المفقودين يوصل 14,000 وش. كذلك ثم قرابة 1153 مجزرة، المفقودين بالضبط 3500 مفقود، منهم 1740 طفل لا زالوا تحت الأنقاض. ثمن غالي، ثمن غالي كثيرا، ولكن هذا الثمن أعطانا لأول مرة كعرب وكمسلمين انتصار حقيقي وضرب لمقولة جيش إسرائيل الذي لا يقهر. المقاومة الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام وجميع الكتائب الفلسطينية يوم 7 أكتوبر ولحد اليوم بعد 38 يوم دمروا مشروع إسرائيل الكبرى. المقاومة الفلسطينية يعني أخرجت، وهذا بالأرقام، نعم، 3,600 مظاهرة في الغرب، بينما خرجوا 561 مظاهرة مساندة لإسرائيل مقابل 3,700. هناك 660 مظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية. المقاومة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر ليومنا هذا يعني أسقطت، صارت أكبر مظاهرة في تاريخ بريطانيا، 1,000,000 مواطن بريطاني، نعم، وأسقطت معناها أحجار في الحكومة البريطانية، وستسقط رؤوس كبيرة وكبيرة جدا في العالم. صمود المقاومة يعني أعطانا أبرز جيل شبابي كامل، جيل شبابي كامل في الغرب مع القضية الفلسطينية. أعادت القضية الفلسطينية الواجهة الإعلامية في الغرب، نعم. حقيقة مش عاد، هؤلاء يعني أحيت فيهم توهج كبير، وهناك إيمان عميق أصبح لدى الضمير العالمي. أسقط جميع منظمات ما يسمى بحقوق الإنسان، أسقط معناها رؤساء دول كنا ننظر لهم بعين الاحترام، أسقط كثير، ولكنه أحيا الإنسان في الإنسان، وأحيا يعني حقيقة معناها إنسانية الإنسان في العالم. اليوم لما نرى، ليس نرى، نحن لم نعد نستطيع أن نشاهد، نحن نبكي كل لحظة أمام ما يحدث، ونبكي أمام عجزنا وضعفنا وقلة حيلتنا. أنا قلت لبنتي، وهذا درس كبير كتونسيين يجب أن نتعلمه، يعني تخيل، تخيل لو لا قدر الله 1% حدث هذا في تونس، ماذا ستكون ردة فعلنا؟ أخي الكريم، نحن أمام التحديات، ماذا أعطينا يعني للعالم؟ لما صار تحدي يعني تونسي بصفة عامة أعطينا نموذج غير، وأنا أكون صريح، غير جيد، حرقنا أنفسنا. هذا يقود سيد ماهر لتقييم أداء قيس سعيد المعارضة في حرب غزة. يعني بينما الأبطال في غزة كل يوم يحترقون من أجل بلادهم ومن أجل أرضهم، قيس سعيد مرة أخرى الحقيقة أبرز عن جهل عميق بالدبلوماسية. شوف، هذه حرب، في الحرب ثلاثة مستويات يعني ممكن تكون، يا يعني ما أنك تساهم بالسلاح، تدخل طرف، وتونس عمرها ما دخلت طرف في حرب خارج أرضها، أو أنك تساهم بالمال. نحن وضعنا صعب. نعم، قوة تونس، هذا قوة تونس في الدبلوماسية. وقيس سعيد سيكتب بالتاريخ من ضمن صفحاته السوداء أنه دمر الدبلوماسية تماما، الدبلوماسية التونسية تماما. غيابه عن القمة هل ليس بموقف؟ غيابه على القمة يعني هو قمة الجهل بالدبلوماسية، يعني ليس فقط غاب عن القمة، هو تحفظ عن يعني في الجمعية العامة، ثم تحفظ في القمة، ثم تحفظ، كله تخبط. شوف،
في الميزانيه 24 يقول هكذا، نحن ما احناش ناخذ ولا من اللي من صندوق النقد الدولي، عامل صفر، كاتب صفر. نعم. وهذه اشياء كويس عليها، وصفر من الاتحاد الاوروبي، وصفر من فرنسا، وصفر من المانيا. اوكي، نحب نزيدك توا، بغيابي عن القمه حيكون صفر من المملكه العربيه السعوديه. في واحد بعقله يعمل يعني معناها حركه مش دبلوماسيه تجاه معناها زعيمه العالم العربي الاسلامي المملكه العربيه السعوديه؟ معقوله هذه؟ نحن في تونس تونس في المعارضه وفي الحكم وفي حركه النهضه دائما هناك علاقات ايجابيه وعلاقات تعاون وتضامن بينه وبين المملكه العربيه السعوديه. فهل معقول انك انت تغيم على اهم قمه عربيه اسلاميه؟ مشيت غاديك ومشيت قلت لهم من البحر الى النهر وكذا وحرب الشعب وكذا، معقول رئيس دوله ورجل دوله يتكلم بهذا الخطاب؟ هذا خطاب بتاع طالب عمره 20 سنه، يعني نجم يكون في اقصى اليسار او اقصى اليمين، ولا زال يستمع الى يعني المغزاوي وغير المغزاوي، هؤلاء الذين يعني دخلوا في قطار بدون سكه وبدون يعني الحقيقه بدون اي افق. الشعب التونسي، لا تسالني عن الشعب التونسي، الشعب التونسي فلسطين تسكنه، الشعب التونسي بكل معناها الحساسيه بتاعه بكل عائلاته فلسطين تسكنه، الشعب التونسي فلسطيني اكثر من الفلسطينيين، هذه ليس مقولتي ولكن نحن شهاده نعتز بها من الشاعر محمود درويش. تونس لما المقاومة الفلسطينية حصرت في بيروت بورقيبة رغم التحفظ بتاعه ورغم كذا كذا وبتأثير من وسيلة الله يرحمهم جميعا، معناها استقبلت القيادة الفلسطينية، ليس القيادة السياسية فقط، استقبلت القيادة السياسية واستقبلت القيادة العسكرية، ومعناها وقع تفريقهم في البلاد، ثم من بعدها بدأت محادثات السلام، ومن تونس عاد ياسر عرفات إلى معناها إلى فلسطين. طيب قيس سعيد ماذا فعل في هذا؟ يعني يخرج يقول كلام معناها اللي هو معناها فقط للتحشيد وهو حملة انتخابية. نعم. لا سامحني، ثم حاجة أخرى، وربي دقوا اطلع فيه وبين أنه كذاب أشر. كيف ذلك أستاذ؟ طبعا فيما أخطأ سعيد، فيما وعد ولا مصدق. سيد قيس سعيد كذاب أشر، واضح؟ هو برنامج يعني سياسي كامل وبرنامج الانتخابي 2019 معناها الكلمة الفارقة بينه وبين السيد نبيل القروي قال التطبيع خيانة عظمى، صح ولا غلط؟ نعم. أعطانا برنامج اقتصادي، أعطانا برنامج سياسي، أعطانا برنامج اجتماعي، لا، التطبيع خيانة عظمى. الشعب التونسي بالنسبة لي هذه كلمة زلزلت. نهار اللي جاء أمام امتحان التطبيع قال لي أنا معناها مانيش مع قانون تجريم التطبيع. أول حاجة قال ما سميش تجريم لأنه مسمي جريمة وما حصلتش وكذا، ومانيش مع تجريم التطبيع وما عندش كذا ومش كذا، ولا نمشي معناها دخلهم في حسابيس وأهانهم لأنه هو وافق. بودربالة رئيس مجلس قيس سعيد، نواب قيس سعيد ما يمكنش يعمل إبرة في خيط إلا ما يرجع له. وافق يعطيهم ثلاثة أشهر 1000 دينار 1000 دينار 1000 دينار، في حين الشعب الآن يموت بالشر. أهانهم ثم خلاهم عملوا معناها مشروع قانون، وبعدين معناها جبت بهم وتملص. حتى لو كان مر في برلمان قيس سعيد هو يحب يقول لمن يهمه الأمر أنا مش منش مع قانون تجريب التطبيع. طيب ثبت روحك، علاش هذا التخبط؟ لماذا هذا التعثر؟ ولكن موقفه الخطأ، موقفه كان عالي حتى وإن لم الآن على الأقل أخلف وعده في مسألة التقنين، ولكن موقفه عالي من ملك الكيان الصهيوني ومن هذه الجريمة، وكان موقفه واضح. شو أخي الكريم، هناك شخصيات عربية هي يعني تقريبا نفس النموذج مع قيس. نعم بسرعة. نعم، وهي معناها نجم نقول هو الرحل مع بر قذافي، وهي شخصيات تتكلم ولا تفعل، وفي بعض الحالات تقوم بعكس ما تتكلم به. يعني قلت لك القانون هذا سنين، انت ما تحب معناه المقاومه الفلسطينيه، صح ولا مش صح؟
إذا كان نعم تحب الفلسطينية، لما طلبت منك دولة فلسطين وطلبوا منك العرب باش تصوت في الجمعية العامة، علاش ما صوتش؟ لأول مرة وقالها، هذا مش أنا كلامي، قالها السيد أنيس اللي هو كان وزير خارجية سابق ومن الدبلوماسيين المخضرمين. اثنين، أنت ماك تحب القضية الفلسطينية، علاش ما اعترفتش بحركة حماس، حركة معناها التحرر الوطني؟ علاش ما تعترفش بالمقاومة؟ علاش رفضت أنك لما جاوا لتونس ترفضت تستقبلهم ورفض ما خلاهمش يجوا من المطار أصلا؟ معناها تم نعم تناقض، تناقض كبير جدا. ثم حاجة أخرى، وهذا حاجة مهمة جدا، راهو نحن كتونسيين نفرق ما بين الصهيونية وما بين اليهود، وخاصة هذا اليهود، سأسألكم عليه. نعم سماها اليهود اللي عايشين في تونس، حاجة مهمة جدا. سماها لا تفضل. نتطرق النقطة هذه. وفي الحقيقة مش اليهود الأصل فيه، لماذا تصمت أصوات اليهود في تونس في حرب كما هذه؟ الأصل فيه هم يكونوا مبادرين باش يدينوا هذه الجرائم.